العراق ومن كربلاء سيدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لاحتضان هذه المدينة المقدسة أكبر بوستر في العالم، والذي جاء تصميمه باتجاه ترسيخ الوحدة الوطنية كونه جسد المعالم الدينية والحضارية والثقافية للمحافظات العراقية. تم بعون الله وبحمده وبتوفيق منه جل وعلا وبتضافر جهود المخلصين من تقنيي و فنيي دار الوارث للطباعة والنشر بتنفيذ وطباعة أكبر بوستر بالعالم وبمساحة تقدر بأكثر من 7000 متر مربع. اليوم سيدخل الحشد الشعبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر صورة بالعالم. هذا الإنجاز جاء تزامنا مع معركة مصيرية سيخوضها الأبطال في هذه الأيام أيضا في صلاح الدين والأنبار، صولة جديدة لأبطال الحشد الشعبي. 7000 متر مربع حجم البوستر الذي شاركت بتنفيذه هيئة الحشد الشعبي والعتبة الحسينية المقدسة وبطل العالم بالقفز بالمظلات فريد لفتة. البوستر وبحجمه العملاق احتوى على خارطة العراق التي تجسدت فيها المعالم الحضارية في البلاد. البوستر هو يضم خارطة العراق الثقافية والتاريخية والدينية، كل رموز العراق منذ 7000 سنة إلى الآن، إن شاء الله هو يمثل وحدة العراق. هذا البوستر ما هو إلا تعبير على أنه الحشد الشعبي ليس فقط يكون جهات حربية أو ميليشيات كما يصبرون، وإنما هو حالة تعبر عن تلاحم المجتمع، عبارة عن أنه هذا البوستر فني ثقافي. احتفال كبير احتضنته محافظة كربلاء المقدسة وبحضور رسمي وشعبي احتفاء بالبوستر الوطني الأكبر في العالم. وحدة العراق بجميع أطيافه ستدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال أكبر بوستر في العالم يضم المعالم الحضارية لجميع المحافظات العراقية، نفذه في كربلاء بطل العالم بالمظلات فريد لفتة مع الهيئة الحشد الشعبي والعتبة الحسينية المقدسة. لقناة بلاد الفضائية عبد الأمير الكناني، كربلاء المقدسة.